العقلية. ما هو المراد من الوهم؟ الجواب هو أن الوهم ليست قوة وراء العقل، بل الوهم هو العقل ولكنه عقل مقيد، لأن العقل تارة يكون مطلق وأخرى يكون مقيد. وهنا يراد من الوهم العقل المقيد. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد الثامن صفحة 215 عند عبارة قيمة في هذا المجال، يقول: واعلم أن الوهم عندنا وإن كان غير القوى التي ذكرت، يعني غير القوى الباطنية، إلا أنه ليس له ذات مغايرة للعقل. مو أنه قوتان، قوة العقل وقوة ماذا؟ الوهم، بل هي قوة واحدة، بل هو عبارة عن إضافة الذات العقلية إلى شخص جزئي وتعلقها به وتدبيرها له. فالقوة العقلية المتعلقة بالخيال تسمى ماذا؟ تسمى وهمان. لذا قالوا بأن مدركات العقل المعاني الكلية، ومدركات الوهم المعاني ماذا؟ المعاني الجزئية.